لن تصدق من هي زوجة الفنان المصري أمير كرارة الفنانة الجميلة واحتفالهما بعيد زواجهما العاشر بلقطات رومانسية مع زوجته الجميلة. احتفل الفنان المصري أمير كرارة بعيد زواجه العاشر من زوجته هند شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني. الفنان أمير كرارة شارك جمهوره بمجموعة لقطات رومانسية جمعته بزوجته وزال على خاصية ستوري بموقع انستغرام. الفنان المصري ارفق الصور بتهنئة خاصة لزوجته قال فيها: عيد زواج سعيد هند حسني. يذكر ان الفنان المصري امير كرارة كان قد تزوج من هند حسني عام 2010 وانجب منها 3 اولاد وهم سليم وليلى ونيلي، وزوجته هي شقيقة الفنان المصري احمد صلاح حسني الذي حقق نجاحا كممثل في السنوات الماضية. وكان أمير كرارة قد تحدث في تصريحات سابقة عن بعض الأمور الشخصية التي تدور بينه وبين زوجته، وقال إنها تنزعج منه لثلاثة أسباب أو عيوب لا يستطيع أن يتخلص منها. الفنان المصري قال أن أهم هذه الأسباب هي الشخير، حيث يصدر أمير كرارة أصوات عالية وهو نائم وهذا يزعجها كثيرا. والسبب الثاني الذي تحدث عنه أمير كرارة هو إنه يحب النوم في غرفة مضاءة بينما تفضل زوجته أن تنام في الظلام. ويقول أمير كرارة أن لديه عقدة من الظلام، وذلك منذ طفولته عندما استيقظ ليلا أثناء انقطاع التيار فظن إنه فقد بصره. الفنان المصري قال أيضا أن زوجته لا تحب أن ينقذ من النوم وتخاف في كل مرة يفعل فيها ذلك، سواء أيقظها بهدوء أو بصوت عالي مثلما يفعل أغلب الوقت. وأذهل احتفال الفنان أمير كرارة بعيد زواجه العاشر مع زوجته هند صلاح حسني محبيه، حيث كشف النجم المصري من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو كيف تغيرت ملامحها خلال رحلتهما معا لتأسيس عائلتهما التي تضم ايضا اطفالهما سليم وليلى ونيلي. فقد نشر امير كرارة من خلال خاصية ستوري انستغرام مجموعة من اللقطات المتتابعة تستعرض مشاهد من حياتهم الزوجية كعائلة واحدة، وقام بالتعليق عليها بقوله: الذكرى العاشرة لزواجنا، اليوم مميز في حياتي، اشكرك لاهتمامك بي واقدر كل حبك وعطفك ودعمك. كما استعرض امير كرارة لقطتين، احدهما تمثل بداية ارتباطه بزوجته والثانية من ظهور حديث لهما معا، ليرصد بذلك ذكرى السنة العاشرة مؤكدا بدون كلمات انه حبه لزوجته يزداد يوما بعد يوم. ورغم ان بطل فيلم كازابلانكا يتجنب دائما نشر لقطات تستعرض حياته الخاصة، الا ان هذه المناسبة الاستثنائية جعلته يبين الجانب الرومانسي من شخصيته، حيث جمع بعض اللقطات في مقطع فيديو لطيف نشره عبر ستوري انستغرام. والجدير بالذكر ان امير كرارة سيطل على جمهوره خلال منافسات موسم مسلسلات رمضان 2020 بعمل فني جديد بعنوان الاختيار، والذي تدور احداثه حول قصة وفاة العقيد احمد المنسي قائد الكتيبة 103 صعقة الذي استشهد في الهجوم الارهابي جنوب رفع عام 2017، وذلك في رابح تعاون للمؤلف باهر ديودار مع المخرج بيتر ميمي مع النجم المصري، حيث سبق وقدم الثلاثي معا الاجزاء الثلاثة من مسلسل كلبش.